سدح مرود بيميل كوتوري شرينا لبدي كحمري كبدي لدلي أيالا جهل سانسي شركي موري وحيكوتورين باكلانس شركي كلو حيكوتورين بهاتي كيسة حدا ما تاكس بيجي قعمنا ويكوية قعمه هو شلة لجهة الإنسانسي مركا دد يرماها ودد مجاله دند ورجيا السلام عليكم بالسكوا رما وحنا لتشوجا قويسكي قبله ويلشي الأقدم تي أي حال كنا لتشوجا أولو تحسيدين يا قويسهان يا صوماليهان روتي حنون يا عليس دراء العين وطهي مانتين عن حال كنا سكون من أنه وتحسيدين يا سدح دمر سدح قدور ونقدر الشيء وسي حوايان ما لوتني لتشد لي لكبسلي مالك كانت وانا لو توري اد اي اد بيرو حنون بدنت هاي وحنا لنا هاي اوتو القادم مين وانا هدانا هاي سومالي وكسان مينو دل كلامو هاي ذات كينا ما انت لو حنون صوب حنا الى ان باب دير اوت شادي نو دولة كينيا دولة واجبات كينو حويان ان اي دافع دو شعب كينا إنه بدباليسو نرش الشعب كيلا هاو شاسي ويكسو بحي ويسي دولة كينيا سيدا عدمان دوار اكتان إن لقود لي سيدح غرف عوكاتن سن هالقوس وحنون يتيراني آدي آدو عرسو سوماليو عدن ملكس دوزن اي توقتو اي كيكر إلتي كان حنوستي مركوان ديدن نهي ما هو قرآنه دولتنا وحاندورينا سيدا أبودا حسيب بادن إنا إراد راعدو وعي سوقة بطودكا سيتوغدا مغالا وريقيا نمان كاسي دور ونمان قانوه ودتشري سدح مرود بيميلكا كتوري شارينا لبادي كحماري كبادي لدلي أيالا جهل سانسي شركي موري وحي كتورين باكلانس شركي كلا وحي كتورين بهاتي كيسة حدا ما تاكس بيجي قعمان هاوي كقوية قعمه هو الشالة لقاها الإنسانسي فاركا داد يرماها وداد مقالو دنة وريقيا دولتنا وحاكا حدثارينا هنا وحكا قبطو عليكي يو سنتركا نيروبي أدوين سوفينا وإلى السعودة وحنمي كقصوا بحني هذه هالبود بليسكا وبنا نوشي إن أو أي كده بتشيران أو لبتيم أو باريتانا أي من كهوشة سيودو وقت دون أي كرة جوين هنا نسوق بتاعنا من كاسي دلاجة واحد لي لو ردنا مركا وحلينا أي هوشة سيهكسة حنينا شلينا وحلق كلني أقاسيما كحيجيكا لانتا باريتانك أقاسيما محمد أمين ودكو كما قاني هاي وحاجوغا جون ونيانغو اللي رادوها كحيجيكيسا أساقنا وحيروبا لقاريو اللي لبطين وباريتان باريتان تاسي كوشي رهاوشاس مركا وحان رجينا هنا سيدك دقا إن أريتاسي لوسو أفترو ودكاسي لسوقاتو tankale oo aan taliyaha biliska uu noobal la qaaday wuxuu kordhinaya askarta suuqa wareegaysa iyo xafadaha maanta wixii ka bilaabay askar dheeraad ah darkeysan oo ka shaqeynaysa nabadgelyada oo suuqa wareegaysa oo guriyaha ilaalinaysa waxaanan ka codsanayaa dadku inaanay inaba walbahaar ama cabsi aanay gelin hawshooda ay sidii hore tuu sii wataan laakiin se aan bixinno degniin degniin kama dambaysa haddaan nahay shacabiga soomaaliyeed ee waddankan ku nool iyo khaasatan isli inaanu soo jeedsanayno daafacaada dadkeena daafacaada nolosha dadkeena iyo danaha dadkeena oo mar kaleeto aanan annagu marnaba u dulqaadanaynin oo aan u
دانا كالوسي شير سنين هدي أن وحلقة قبل نكاسي وحدي لي وأن لسوق قبل سيدة وقول أخسي مرة مركا وحد الله وما سبتين وعلا قلت أحسيرين يا قبلها يويلش غيرك لقد انتي وحن الله هاي يا سامر إيمان هلا إلهي أيدي سيو قبله الذي رينا إلهي شنالي فردوسها كورابية سأسألني كي يريبو كزمومزة كي سوهيلي نعم وزانقو سنتا سيفونا بايو كو هابا تزمومزية زايدي ليو اليابو هيلو لنجتاكا كسيما كوامبا هاتو كبالي كبسا حالي يا مامبو يليبيو ساسهيبي يكوى نتحروكو نواسواسي نكواوا مرواكو كلا سيكو هابا ناروبي نكوينجينيكو na hasa mauaji ya kikatili na ya kinyama ya wasichana wanawake watatu na wasichana wawili imetuletea uchungu na wasiwasi mkubwa na tunataka serikali ichukue hatua mara moja kuhakikisha kwamba hao wahalifu ambao wanazunguka katika mitaa yetu wanakamatwa mara moja na wanaletwa mahakamani kwa sababu hakuna Mkenya, hakuna mwana Nairobi, hakuna mtu wa Isli ambaye sasa ana uhuru wa kutembea jioni kwa sababu tunajua kuna wauaji makatili wako pale. Kwa hivyo tunataka serikali ichukue hatua haraka haraka kabisa kuwafuatilia hao watu na kuwakamata na kuwaleta mahakamani. Pili tunataka serikali iongeze harakati za usalama na amani katika mitaa yetu. Tuone polisi zaidi, tuone serikali ikiwa inawashughulikia wananchi na kuleta imani katika kazi ya polisi kwa sababu sasa hivi hatuna imani na kazi ya polisi. Hatujui kwamba serikali polisi wanazunguka tu siku hizi kwa mambo mengine, lakini mambo ya kuandamana na uhalifu na mauaji imekuwa si kazi yao tena. Nataka kuwahimiza wachukue hatua na waangalie kazi yao na wawachukue watoe hao hao makatili barabarani na mitaa zetu. Pia nataka kusema kwamba msio na wasiwasi kuanzia sasa hivi najua kwamba hatua zaidi zitachukuliwa. Muendelee na biashara zenu, muendelee na kazi zenu za kila siku, lakini muwe na tahadhari. Hiyo ndio nataka kuwasihi. Na sasa naomba senata wetu Bwana Sifuna aje kuzungumza nanyi.